اصوات ناس ميتين وتنده يا فلان يا فلان افتح الباب. والشيء الغريب ان الاصوات دي ربنا حافظها للحساب. وبعدين ايه اللي حصل؟ ان الصوت من غير طاقه ما نسمعوش، اخر الشارع مش هيسمعنا. عملوا جهاز حطوا له طاقه، لما حطوا له طاقه ايه اللي حصل؟ سمعوا الكلام. انا لو حطيت نور اشوف، حطيت طاقه ايه اسمع الكلام. وكلام ناس ميتين وربنا يحكمهم. وعرفوا بريطانيا سنة كذا اتقتل فلان، الموضوع ده ما خوفش. كل شوية واحد بيبعت طاقة بالاشارات بتاع العربية اللاسلكي. واه